ممكن اقول حاجه صغيره بقى قبل ما نبدا؟ ممكن جدا يا سلام. زي ما انا وكريم نكون حريصين برضو ان احنا ننقل لحضراتكم اي مواقف او اي حاجه بتحصل معانا، لعل وعسى نكون كده سبب من اسباب يعني تغيير السلوكيات السلبيه اللي احنا بنشوفها كمواطنين طبيعيين برضو عايشين في الشارع، بنتعرض لمواقف وغيره. امبارح وانا مروحه من الشغل رايحه على البيت ناحيه المهندسين تحديدا يا كريم نادي الصيد، في اتوبيس مدرسه، مش هقول طبعا اسم المدرسه، بس هو اتوبيس مدرسه، السواق بتاعه في عند نادي السيد باب معين من النادي، الطريق رايح جاي مفيش حاجه في النص، هو رايح جاي، فهو ايه بقى جاي بسرعه رهيبه جدا ورايا، وقدامي عربيه تانية وعمال يزمر يزمر عايز يخرج مننا، والمكان لا يسع الا هنا حاره وهنا حاره، فعمل ايه بقى؟ قام دخل على الحاره اللي هي الاتجاه المعاكس وعداني وعدى العربيه اللي بعدي وقام مكمل هنا، وكان هيتسبب في حادث ان انا اخبط في العربيه اللي قدامي والعربيه اللي جايه عكسي انها تخبط فيه. حاجه في منتهى يعني الجهل ان صح التعبير. انا عملت ايه بقى؟ عملت ايه بقى؟ اسكت؟ لا ما اسكتش، ما يصحش. لا والله بجد انا من الناس اللي ما بعرفش اسكت. لا اصل اللي عمله ده مصيبه، بس المهم عملت ايه؟ الاتوبيس، وده شيء محترم او لفته محترمه من المدرسه، حط اسم المدرسه والارقام، خدت الرقم، اولا صورت الراجل كذا صوره يعني والاتوبيس ورقم الاتوبيس، وخدت الرقم كلمت المدرسه وقلت لها بالظبط اللي حصل، يعني الست المحترمه اللي ردت عليا قلت لها بالظبط اللي حصل، قالت لي بعد اذن حضرتك ابعتي لي الصور واكتبي لي بس الشكوى مكتوبه ايه اللي حصل بالظبط، وانا اوعد حضرتك ان هو هيتجازى. وانا كنت سعيده جدا من سرعه رد الفعل دي، وفكره هنا ان احنا نقعد نقول معلش اصل انا مستعجل، اصل نقعد ندي الاعذار في الغلط، عمر ما الغلط ده هيتغير، هنفضل محلك سر. تصرف منتهى الايجابيه جدا منك جدا، لا ومنتهى الجهل رد فعل. لا ده دي فعلا بتكلم بجد والله مش مجامله، ده رد فعل وسلوك ايجابي عشان نقدر من خلال النوع ده من ردود الافعال السلبي ده يختفي، لان احنا بنتكلم على مصيبه سوداء اصلا. صح، يعني بنتكلم على اتوبيس مدارس، يعني بعيدا بقى عن العربيات والربكه اللي عاملها في الشارع يعني سيبك من كل الكلام ده، مش ممكن يكون في اطفال ده لو وقت يعني خروجهم طبعًا او رجوعهم من المدرسه، يعني بيعرض الاطفال نفسهم للخطر، فدي مصيبه بكل ما تحمله كلمه من معنى. برافو عليك انك عملت كده. اتمنى والله يبقى دايما كده عندنا واقفه مع اي غلط بنواجهه في الشارع، ان سكوتنا او صمتنا ده بيخلي الموضوع يتزايد. صحيح.